تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس مجلس الأعلى للصحة رئيس مجلس إدارة جمعية الحكمة للمتقاعدين، نظمت الجمعية احتفالها السنوي 13 والذي حمل عنوان يوم الوفاء. ودأبت الجمعية على تكريم مجموعة من منتسبيها إلى جانب عدد من أعضاء الجمعيات الاجتماعية ورواد العمل الاجتماعي. وقد أضافت الجمعية فئات جديدة للتكريم هذا العام، بينها المتميزون في تقديم الخدمات لمكافحة جائحة كورونا والمؤسسات والهيئات الحكومية الداعمة لأنشطتها. هذا واشتمل حفل التكريم على تقديم المكافآت والهدايا والدروع التذكارية وشهادات التقدير. وعبر المكرمون عن سعادتهم بهذه الاحتفالية التي تعبر عن التقدير لعطائهم في خدمة الوطن. حقيقة أن هذا اللقاء الحقيقة شيء نفتخر به في الجمعية، لأنه يكرم الذين أعطوا للبحرين، ويعني خصوصا من مسنين ومتقاعدين من كل جهات الحكومة والقطاع الأهلي. فالحقيقة هذه عادة إن شاء الله تستمر على طول، لأن من حقهم علينا أن نكرمهم ويعني نبين عملهم. وفي آخر يعني فترة عملهم في الحكومة أو عقب ما تقاعدوا، هذه شيء الحقيقة شيء يعني واجب أن احنا نشكرهم ونكرمهم، وهذه شيء من وفاء أهل البحرين لأهل البحرين. يأتي تكريمنا هذا اليوم من ضمن فئات من تم تكريمهم، وهي فئات الخطوط الأمامية لمواجهة جائحة كورونا. ما قمنا به في عملنا من صلب وظيفتنا ومهامنا التي أكلنا بها، وأن نكرم من قبل هذه الجمعية فهو فضل من الجمعية. مملكتنا الغالية بقيادتنا الرشيدة حفظهم الله تستحق منا الكثير. يسعدني أن أكون هذا اليوم من المكرمين المتميزين في جمعية الحكمة. قضينا فترة التقاعد إن شاء الله بخير ونجاة، وإحنا مستمرين في العطاء وفي العمل التطوعي والاجتماعي. والله بالنسبة لهذه المناسبة هي لفتة كريمة من سعادة معالي الفريق الشيخ محمد الخليفة، ولفتة كريمة أيضا من جمعية الحكمة للمتقاعدين في تكريم المتقاعدين ورواد العمل التطوعي والخيري. وهذا طبعا كله جهد مبارك من الجميع، وجهد مبارك أيضا من المكرمين أيضا.